الرحمن المسبحي في ركلة الجزاء المهمة في بداية هذه المباراة من الستة متر. جول! هدف للعربي، هدف أول في هذه المباراة عن طريق عبد الرحمن المسبحي، بتألق كبير، بقوة كبيرة، بتركيز شديد، بوضع الكرة. شوف التركيز الكبير، مختار الزاوية وخالص، قوة شديدة ووضع الكرة في الزاوية بالشكل الصحيح في الدقيقة الثانية من شوط المباراة الأول. شوف يا سلام على تنفيذ الكرة، قوة كبيرة، تركيز. عبد البديع، بشينو، بشينو، الله يا الله يا بشينو، شعار العربي، شعار العربي، أشر على شعار القلعة الخضراء بالهدف الثاني لبشينو في هذه المباراة، هدف ثاني للعربي وهو أول لبشينو. إذا من زاوية مستحيلة، من زاوية مستحيلة، يعني من زاوية في التسديد والتألق في تنفيذ الكرة من هذه الزاوية الشبه مستحيلة، دام أن قولها ما هي مستحيلة، بالتالي شبه مستحيلة في مرمى الحارس عدنان. عبد الله الخضر يدخل مباشرة الركنية لنادي الكويت، التنفيذ واضحة. الله 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 الله، هدف لنادي الكويت الرياضي من ركلة ركنية. العربي ما هو منظم بسبب خروج بدر المنصور، الدفاع ما كان منظم، عبد الله الخضر دخل مباشرة ما هو عارف مركزه، يجب عليه أن يغطي عبد الله الخضر في هذه المنطقة، ما غطى صح. شوف بشينو ما هو راضي عليه، لذلك الهدف يأتي. لازم تتقدم في مثل هذه الكرات، وهذا الصح، بشينو لعبها 100% مدروسة ولاعب بإمكانيات. لا تهيئة، الله 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 يا هام، هدف ثاني من نفس اللاعب لمصلحة نادي الكويت في الدقيقة 15 من هذه المباراة. هاف في الهدف الثاني، هدف التعديل، يغمز بإمكانه يحترف، مر على الكويت وممكن أفضل من لعب في كرة الصالات في الكويت سواء من محترفين ومحليين. خطأ من عبد الرحمن المسبحي، تسديدة تصطدم بقدمه وتتحول في المرمى، اصطدمت بعبد اللطيف ثامر ليه عبد الرحمن الوادي، تلعب أمامية ليه عبد الرحمن المسبحي، حارس المرمى، أوه! عند انذار، عند انذار، عند انذار، وطرد، طرد لحارس المرمى عدنان النجدي. يعني ما فيها يعني، ولا لا والله فيها فيها فيها، والخطأ واضح فيها، وال لا 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 لا، يعني اوضح من كذي ماكو. اوه 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 اوه، يعني بالنهايه بالسلامه لعبد الرحمن المسبحي، تسديده بالراس محمد البلوشي، عبد العزيز جاسم في اعطاء القرار. الان الكويت، عبد الرحمن يعطى، يا الله يا الكويت، والله يا عبد الرحمن الطويل، والتسديدة ما كانت قوية وحارس المرمى كان رايح لها، لكن حارس المرمى راح فوق والكرة راحت تحت، الكرة ما هي قوية، الكرة اصطدمت بالأرض، بالتالي حارس المرمى وكانت قوية ولكن ما هي دقيقة 100% نهائيا في منتصف المرمى تقريبا، ولكن حارس المرمى محمد راشد البديح في المرصاد، كرة الأمامية الرأسية ويشيلها، يشيلها، الله 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 الله، نادي الكويت يسجل. شوف إبعاد الكرة، إبعاد الكرة ما يتم بهذه الطريقة، إبعاد ضعيف جدا للكرة من عبد الله الخضر، يبعد لبدر المنصور، سبحي بشينو،
سلمان بعجان، يا الله جول! وبدر المنصور للعربي يسجل الهدف الثالث، وهدف إشعال المباراة تماما، هدف إشعال المباراة تماما في الدقائق المتبقية. نشاهد جدة من كيفان، مشينا مع رافائيل، خلص رافائيل، الله 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 يا العميد الكويتاوي، الهدف الخامس والهاتريك لهاف المبدع والمتألق، نجم من كبار النجوم، لاعب من طراز اللاعبين الكبار وإمكانيات فوق الخيال، مع تبقي 6 ثواني فقط. شوف خلصها، خلصها بالمضمون، لعبها بالإمكانيات. شباب السيارة، حواكم الله، شباب السيارة، شباب السيارة سامعيني؟ شباب